ربما كان حاد شوية يعني انهار جلسة التقييم خلال 100 يوم. هو شوف احنا بالنسبة لنا كنا واضحين في التيار الديمقراطي، اجتمع المكتب السياسي خرج بيان كان واضح انه لن يحيد التيار الديمقراطي عن رأس ماله المعنوي وهو الشفافية، الأسلاح، مقاومة الفساد، يعني كنا واضحين على الأقل لتأسيس التيار. الآن الجيد أنه محمد عبو هو الذي يشرف على هيئة الرقابة التي ستبحث في هذا الموضوع، موضوع ياسر فخفاخ وشبهة تضارب المصالح، استغلال النفوذ، كما أنه اليوم والبارح تنشر في الرائد الرسمي أن كل الهيئات الرقابية يجب أن تنشر نتائج بحثها إلى العموم. هذا جيد جدا أيضا، يعطينا أكثر وضوح، أكثر شفافية، ربما ما كناش متعودين بها سابقا. لأول مرة لاحظنا أنه منسوب الشفافية كان مرتفع جدا، وربما مع ارتفاع منسوب الشفافية تكثر الأخطاء والشعب يطلع على أشياء إضافية. احنا المرتاحين في جانبه وهو أنه لن نحيد عن هذه المبادئ. نتائج التحقيق نتاع الهيئة لن ننتظر القضاء أيضا، نتائج تحقيق الهيئة سيكون 3 أسابيع، يعني قبل نهاية السنة البرلمانية هذا الشهر. وبالتالي إذا ثبت تضارب المصالح واستغلال النفوذ، إذا ثبتت هذه الشبهات واضحة أن التيار سيطلب مباشرة من ياسر فخفاخ الاستقالة، لأنه خلينا نكون صراحة حتى ولو قانونيا نوعا ما سلكها ياسر فخفاخ نقوله بمنطق آخر، أخلاقيا سقطت الحكومة. يعني تحس أنه ما عادش فما كالموتيفاسيون، أنه الحكومة كانت في تصاعد صاروخي جدا، خاصة أنها نجحت في مقاومة الكورونا، بدأ فتح ملف فساد كبير اللي هو يخص مروان مبروك، كل الناس ممكن ربما تغطى عليه تو، الناس ما عادش تحكي عليه برشا، في حين أدوره هذا مهم جدا، لأنك أنت مش تحل الملف الاقتصاد الريعي، مش تكون فما عدالة جبائية، مش تبحث على موارد إضافية للدولة بعيدا عن التدين الخارجي. يعني تحس أنه سيكون هناك تغيير راديكالي حتى في السياسات الاقتصادية المتبعة داخليا. الآن مع وجود هذا أخلاقيا، وأنك أنت تحس أنه هناك نوعا ما من البرود، وهذا ما ينفعش الحكومة حتى تكون صارمة في تطبيق القانون، صارمة في اتخاذ القرارات الملائمة اللي تهم الإصلاحات الهيكلية في الإدارات، تهم الإصلاحات الهيكلية لاقتصاد الوطن. تلخيص يعني التيار الديمقراطي باش يكون معاه سحب ثقة من ياسر فخفاخ إذا ثبتت ضده تهم الوجهين. احنا سنطلب مباشرة من ياسر فخفاخ الاستقالة، وإذا لم يستقل ياسر فخفاخ إيش قرر المكتب السياسي؟ أنه التيار الديمقراطي يخرج من هذه الحكومة. احنا واضحين، يا إما هو يستقيل يا إما احنا نخرج من الحكومة، وبالتالي نكون يعني على الأقل متجانسين مع مواقفنا، متجانسين مع مبادئنا. حاليا إلى حد هذه اللحظة نحن ندعم هذه الحكومة، ندعم هذه الحكومة لأنه لدينا فيها وزراء قاعدين يعملوا من الصباح حتى للعشرة ونصف الليل، وعندهم ملفات قاعدين يخدموا فيها، ولاحظنا أنه تمليك المواطنين عن طريق السيد غازي الشواشي المقترحة اللي بشافه مع وزارة التجهيز، وهذا حقهم، ملف يعني كان من التابوات وما حكى عليه حد قبل. رقمنة الملكية العقارية ستتطلق في أوت وعن بعد، يعني قاعدين نقدموا في أشياء. وزارة التربية أيضا نفس الشيء، قاعدين نحضروا في الموسم الدراسي القادم، حاليا موجود مع نوفر فيه إمكانيات نجاح اجتياز البكالوريا وغيرها. وبالتالي احنا جينا بحسن نية، نحبوا نخدموا البلاد هذه إن شاء الله، أنه التقرير يخرج بكل شفافية، يتم نشره للجميع. لن نحيد عن مبادئ التيار الديمقراطي تأسس من أجلها، ومن للوقت هذاك يكون فما حديث. واضح سي محمد. صح.